غاوي من عندك كام سنة محمد؟ انا طلعت لقيت اخوالي اصلا عنده من البرج كده، ف اتعودت بقى على الحمام. اخوالك هم اللي علموك على غيه الحمام، غيه ما يعلم بقى الا ربنا. خاله ده اللي مبوظه يا جماعه، انا الاب الروحي. خاله ده اللي مبوظه وهو ماشي معاه مش كده؟ حصل. ما شاء الله الروضه عندكم فيها ابراج حمام كتير يا استاذ احمد. بناخد جوله كده ونشوف برضو ايه البرج بتاع الاستاذ احمد، نعد احنا لو على قد ما نجيب هتلاقي البلد هنا. البلد مليانه ابراج. ده البرج بتاع الاستاذ احمد اهوت ما شاء الله. هو بيقول لي اطلع معايا البرج فانا خايف، انا ما بحبش الارتفاعات العاليه دي، بس ان شاء الله هحاول اطلع معاه. الخشب بتاعك ده بيتهز؟ لا بتهز، ده طبيعي، ده عادي بس ما طبيعي كده يعني. اه طبيعي كده ان شاء الله، ما تقلقش ان شاء الله. وصلنا الحمد لله كده يا استاذ احمد. بس لسه مرحله كمان صغيره. لا يا اخي لسه فوق. لسه مرحله صغيره، مرحله التفضيه الكبيره بقى، وحاجه فوق يعني هتعجبك ما شاء الله. تطلع ايوه من السرير كده. لسه في طلوع؟ يا اخي لا، طب اسبقني انت بقى الحته دي. حاضر تعال. خلاص قربنا نوصل في اخر مرحله. الطبليه بتاعت البراجه ديت. ايوه يا سيدي، دي بقى اللي فيها الشبك اللي اللي بتصطادوا بيه الحمام بتاع الناس. الحماس بتاعت الحمام بتاع الطيران. ما شاء الله، لو كاتب عليهم الانواع. ما شاء الله. عشان كل حاجه تبقى معروفه ب غية يا جماعة، يعني من الغيات اللي بجد. أول ما تحبس الأخير. أنت بتطير إمتى بقى؟ الساعة كام يا أستاذ؟ أنا أحيانا الفجر وأحيانا المغرب كده، يعني أحيانا كده وأحيانا كده، وأحيانا بس وقت بسيط أوي في يعني الظهر، يعني معظم الطيران المغرب والفجر. الطيران أحسن حاجة له اللي هو الفجر والمغرب. وانت بقى بيتحبس لك حمام ولا انت اللي اكيد كلنا بيتحبس يعني كله. يعني مش بقول لك في بطل وفي مش عارف فيه ايه بس كده كده كله بيتمسك منه، حتى لو انت عندك حمام ابطال، الابطال من سنين كده كده بيجي عليه الوقت وبيقوم. طيب اكتر واحد جنبك هنا نقول اسمه ولا ما ينفعش؟ لا عادي. اكتر واحد يعني بيعلم عليك؟ لا ده انا اللي بعلم عليه. يعني الراجل بيقول لك ما تقولش. لا الحمد لله، احنا يعني من فضل الله يعني من اكبر العشاش واكبر الغيه هنا في الروضه الحمد لله يعني. من ما شاء الله ما شاء الله. لو جيت تطلع بقى هنا اطلع كده لسه في طلوع تاني؟ ما كفايه بقى يا عم، ما انا اخاف اطلع. لا تصور، لا جامده ما تقلقش. مش على كده، ما لو شفت الارض ما. لا هنا تصور بقى هنا العشاش بصوره كويسه كده. ما شاء الله، البلد كلها عندكم ما شاء الله غاويه ابراج ما شاء الله. الجنب ده كله بقى صور كده وانت جاي كله. ما شاء الله، يعني كمية أبراج ما شفتهاش غير في قرية الشعرة اللي هي في دمياط ده، أو يمكن يمكن زي يمكن زي الشعرة أو أكتر كمان. زي الشعرة يمكن، والله صح. يعني هنا الناس مربيين كتير يعني. ما شاء الله، الناس بتوع الشعرة هيزعلوا مننا لما يشوفونا. يعني الشعرة اخواتنا وحبايبنا برضه. هيزعلوا ان احنا بنقول هنا يمكن اكتر. ده الاستاذ علي بقى، ده اللي هو بتاع النشيش الكبير صح؟ ده النشيش يا استاذ علي؟ طب عرفنا بيه استاذ علي. ايه؟ علي الشبراوي. استاذ علي الشبراوي ده كبير النشاشين هنا في الروضه يا جماعه. النشيش كبير. سواء تكون بتحبس منك انت. طيب. قبل ازرق. ده الحاجات اللي هي بتاعت النش بقى من الابطال دي. ما شاء الله. هنا ما شاء الله، هو ما شاء الله ما شاء الله لا بد الا ربنا يبارك. ارتفاع البرج بتاعك قد ايه من تحت يا استاذ احمد؟ ارتفاع البرج بتاعي من السطح لحد المكان اللي احنا واقفين فيه هنا كده حوالي 17 متر. من السطح؟ من السطح 17 متر. بيفتح للحمام. طبعا كل ده حمام ديكور يا استاذ احمد. كل ده ديكور، كل ده طيران، كل ده ديكور عشان النش.
ان شاء الله ان شاء الله. حمام كده هيتجمع مع بعضه كده هيتجمع طبعا عشان شايف طبعا هو كاتب على الابواب الانواع اللي فيها، كاتب هنا اهو حلب ازرق، حلب ازرق، ازايزي، ازايزي انجليزي، حديدي، ما شاء الله يعني ايه، هو منظم في الغيه بتاعته حجري، يعني برج على مستوى ما شاء الله، ربنا يبارك. هنا برضو ازرق وباكستاني، هنا انجليزي، حلبي، امريكاني، مشمشي. واحد جاره طلع له الحمامه، هو ده حمامه، وحد تاني طير هناك اهو. الحمام حط اهوت على البرج ما شاء الله. العركه كسبانه ولا خسرانه كده يا استاذ؟ لا بس احنا الوقت ما دخلناش في حته عركه ولا حاجه، الوقت ما دخلوش في معركه، دخلنا الموضوع بيطول شويه نص ساعه تبع ساعات بيطول. لما الحمام يتعب، لما الحمام يهبط عندي او عنده او العركه او كده، انما الوقت عشان احنا بس من ايه، احنا بنصور فيديو بس كده على الماشي يا جماعه، يعني ايه ما انتوا عارفين طبعا ان ماليش في النش، انا ليا في حمام الدبيح بس. موضوع النش ده موضوع والله حلو، ما هو هي غيه، هي غيه، هي دي هي دي الغيه يعني، واحنا فعلا في غيه، لكن اللي عندنا احنا ده تربيه دواجن. الحمام نزل اهوت ما شاء الله، الحمام نزل وهيفطر بقى الوقت وابدا يتحبس في عينه بقى لما للمغرب ما شاء الله. وده على فكره نص الحمام، يعني الحمام ده كان ما شاء الله قد كده مرتين ثلاثه، بس احنا يعني عشان بسبب غلو الكلفه غلو الظرفه خفناه شويه. هو غلو الكلفه خلى ناس كتير قللت قللت الناس تقلل فعلا كتير فعلا فعلا، لان الموضوع يعني اصبح مكلف مكلف قوي قوي قوي، يعني انا ما شاء الله هنا حمام قد ده مرتين ثلاثه ما شاء الله، ما شاء الله كان هنا اكثر من 200 حمام. ربنا يبارك يا استاذ، حط لهم بقى شويه ميه، الحمام نازل عطشان اهو عايز يشرب ميه على كده شوط ميه اللي هو نازل على الميه، ولا غلط يشرب؟ لا لا مش غلط، اصل ما طرش وقت كتير، هو وقت خفيف ينزل يشرب وياكل احسن. شويه الدوره كده على خلينا ننزلهم. طب انت العربيه النقل ده جدا هنا كمان لسه عايز يخرج عايز ياكل من شكله بس انا بس ما عنديش كلام من كده ما فيش احلى من كده. هو ده فرد غريب؟ لا لا بتاعنا دي جرار قلنا علي زعلي بقى، ده بقى بتاع الناس هو اللي باين عليه خبرة في الموضوع.
قفلت علينا يا استاذ علي، قفل علينا الشبكه اهوت، خلاص ما عادش حاجه تخرج. الشبكه اللي في السقف دي الجرار ده يشدها كده يسحبها تقوم مغطيه كده. اتاكدت ان مفيش حمامه بره؟ لا كده مفيش اي حاجه بره. ما شاء الله ما شاء الله كده الحمام ياكل ويدخل ايه العيون بتاعته تاني اهو. ما شاء الله الحمام بدا يخش العيون بعد ما اكل. كل واحد عارف مكانه، كل واحد ذكر، كل واحد عارف مكانه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. آه ربنا يبارك يا استاذ احمد. امال الغرفه دي فيها ايه يا استاذ احمد؟ الغرفه ديت فيها حمام للنش غير الحمام. اسمها ايه يعني دي؟ ديت اسمها الرف تحت الطبليه اللي تحت الطبق تحت الطبق اللي فوق اللي هو بيسميه الطبليه. اتفضل معانا يا استاذ محمد. ده النشيش الكبير يعني هو اللي هيشرح لنا بقى الايه؟ اللي هيشرح لنا الموضوع ده لان هو ما قالش حاجه معانا. قول لنا بقى الوقت ده اللي ينطبق عليه المثل، انا بسميه كده، ده اللي ينطبق عليه المثل اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره، هو ده اللي انا شايفه من موضوع النش ده. هو يا جماعه مكلفين البرج ده ايام الرخص كما استاذ احمد والله يعني ما بنحبش نقول مبالغ يعني، يعني كتير فلوس كتير والله. مكلفين كتير والله. لما يعمل مثلا ارتفاع 17 متر تخيل بقى ايه المصاريف. الخشب غالي دلوقتي والله، ارتفاع 17 عرض 6 في 6 شوف الخشب بقى بيعمل كام في الايام اللي احنا فيها او من فتره فاتت ما شاء الله. وغير المصنعيات بصراحه شغل المصنعية وغير الاخماس وغير كل حاجه وغير الحمام، بس هي بقى غيه كل واحد بيجي على فتره بيبقى كده. بصراحه انا ما عاملهاش لان ده اللي انا بشوفه ايه فلوس في الهوا زي ما قالوا بالظبط كده، مع قرش محيره ويجيب حمام ويطير. وهي اتقالت على ده هي هوايه. انا شايف ان انتم ما بتكسبوش منه اي حاجه. موضوع النش ده اقول لك على حاجه ثانيه يا استاذ مصطفى، مثلا في موضوع النش والمسك والعفو وكده احنا ما بنمسكش الا اللي يمسك منه تمام. لو وممكن يجي لك ياخد حمامه عادي يعني، لو جالي بديله حمام، انما هو لو زعلني في اي يوم ومسك مني يبقى هو اللي جنى على نفسه بقى. انما انا ما اجيش على واحد مثلا لسه مطالع او مربي او عيل صغير لسه بينش جديد ما بمسكش منه بصراحه. الا اذا هو بقى مسك مني واعترف ان هو عنده ومش هيجيبه لي، ساعتها بقى بنزعله بقى. انما انا لو لسه اي مربي جديد او شاب او طفل طالع جديد او حاجه لو بس مفيش عائد في الاخر. لا مفيش عائد منه، لا مفيش حاجه يعني. مفيش انت بيروح لك فرد يجي لك فرد يروح مساويه بعضها يعني تقريبا مفيش اي فايده، وهو بياكل كده زي ما حضراتكم شايفين وبيصرف المصاريف دي كلها لمزاجه. مفيش ايه مفيش منها عائد عشان ما حدش يفتكر ان هو بيكسبهم. اللي بيقول لك بيمسك جوز او بيمسك فرد بيروح له فردين مش كده؟ مثلا يعني هو المكان اللي بيطير منه ده بتفتح بتشد نفتح الشبكه دي ايوه دي اللي هي تحت الطبقه اللي فوق ده اسمه الرف. ايوه لسه بقى الحمام يعني دول بعملهم لسه قريب. تعالى كده في النور بس يا استاذ احمد، دول لسه عاملهم قريب يعني ما بقاليش كتير. الحمام كله كان فيه حمام بس لسه باقي الحمام يعني بقالي شهرين ثلاثه يعني. باقي قد ايه مثلا؟ كان فيه كتير يعني هنا كان في 40 واحد، وفوق كان فيه يمكن 55 فرد يعني 110 فرد. باقي 110 فرد عشان تخف الاكل يعني. لان المصاريف بقت عاليه. هي ما شاء الله هنا برضو عيون للدكوره برضو ولا فيهم نت يعني؟ شايف جوز مع بعضه؟ ما فيش الا جوز بس شغالين. عندك شايف هنا الاخماس دي بتسماها اخماس ولا بتسماها عيون؟ دمياط بتسمى غير عندنا، احنا هنا خماس. هنا لا عندنا برضه بيسموا خماس برضه. عندكم الاخماس دي مثلا اللي هو مع بعض دي الصغيره دي بتسمى ايه؟ عيون. دي عيون. انا بقول عيون بس بسمع ناس يقولوا خماس فبصراحه ما عرفتش الفرق. تمام. يبقى انت ما بتستفادش حاجه من دي غير انك بتطير الحمام وتتفرج عليه. تمام. وانك انت تقول ايه انا مسكت منك فلان، مسكت منه حمامه وعلمت عليه وهو مسك منك مش كده ذكر؟ صح ولا في حاجه تاني؟ فهي دي يا جماعه اللي معاه قرش محيره يجيب حمام يطيره، ما هوش اللي احنا بنعمله وناكل منه. اللي احنا بناكل منه حاجه بنستفاد حاجه، فلازم تربي عشان تاكل، ما تربيش عشان ايه؟ تضيع فلوس. تربي عشان تضيع فلوسك كده انت حر. ده حاجه بقى ايه مالناش دعوه فيها، ده فلوسك. اما احنا بنربي حمامتين لاحم حمامتين زاجل بناكل منهم مش بنعيبش على حد. والله احنا عندنا برضه حته الحمام اللاحم، وكان عندنا غرفه ثانيه للزواجل الحمد لله، كان عندنا غرفه ثالثه برضه للحمام انواع القصف والحلبيات والشخاشله والبلق والمزاويد الحمل.
بس هو بسبب الظروف الغاليه ديت فاضطرينا ان احنا نفض كل الكلام ده. يعني كان عندنا اكتر ما شاء الله اكتر من 200 مش شغال. بس هو سؤال شخصي يا جماعه معلش انا هدخل في خصوصيات. انت متجوز؟ اه متجوز والحمام مش مأثر على مصاريف بيتك بامانه واهل بيتك بيعملوا مشاكل معاك علشان انت بتصرف على الحمام؟ بصراحه كان مش مأثر الاول كان ايام الرخص. اه وحاليا حاليا بسبب الظروف اللي بيمر بها معظم الناس او كل الناس مش مأثر. النهارده الكبير وبص متأثر والصغير متأثر واللي معاه فلوس متأثر والمفلس برضه يعني حصل مشاكل بسبب الحمام. لا الحمد لله الله ما حصل مشاكل. طب الحمد لله من المشاكل يعني ايه عشان ما انا ما انت حسيت انت نفسك بان انت بقى الموضوع مؤثر عليك في المصاريف كتير. ان انا اخد خطوه استباقيه مثلا ليا او لمحمد او كده فمنع المشاكل ان احنا نبدا نخف في العمل خالص. وانت عايز تقول ايه يا استاذ محمد؟ شايفك انت عايز تقول حاجه. هي بس انت غاوي من عندك كام سنه محمد؟ انا طلعت لقيت اخوالي اصلا عنده من برج كده ف تعودت بقى الحمام. اخوالك هم اللي علموك على غيه الحمام غيه ما يعلم بقى الا ربنا. خاله خاله ده اللي مبوظه يا جماعه. انا الاب الراحم. خاله ده اللي مبوظه وهو ماشي معاه كده. حصل ربنا يصلح حالكم يا رب ويرزقكم من فضله. يعني هو الوقت الراجل ده اللي بيستفادوا من الحمامتين اللحم والحمامتين اللي بيذبح منهم واللي بيبيع منهم. اما الذكوره دي ذكوره ما فيش منها اي فايده غير ان هي تطير وتطير وتشقلب في الجو يزعلوا مني بتوع الحمام النشيشه يزعلوا مني. معظم النشيشه اصلا عارفين الوضع. ما يعني هو اللي يربي بالطريقه دي لازم يكون عنده مشروع يصرف عليه. لازم يكون راجل ثري. اللي يعمل غيه وبرج ده لازم يكون راجل ثري يصرف على البرج. فالاستاذ احمد هنا من اثرياء الروضه يعني باذن الله. مش كده؟ لا ولا حاجه كلنا يعني اخوات وكلنا شبه بعض. يعني مستوره الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. احنا لخبطنا كتير في الفيديو ده. لا احنا تحت ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد والله وتشرفنا بمعرفتكم. وان شاء الله الاستاذ احمد بركات اللي هو في الكويت الناس شافت الفيديو سالت عليه كتير. شافت فيديوهاتنا معاه ان شاء الله ان هو هيجي في مصر هينزل اجازه في شهر 6 ان شاء الله. ان شاء الله هو زي ما وعدنا ان شاء الله ولنا لقاءات معاه ان شاء الله باذن الله لما يجي. احنا اتشرفنا استاذ علي. تعالى مش عايز تتصور ولا ايه؟ ده علي تعالى. علي رير ومحمد علي ابن علي جوزه استاذ علي. والاستاذ محمد علي برضه معانا من الناس الغواة الكبار هنا في الروضه. احنا اتشرفنا بمعرفتكم يا جماعه وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. تشرفنا استاذ مصطفى الله. شكرا استاذ. شكرا استاذ محمد. شكرا حبيبي. شكرا استاذ. ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. داخلين على شهر رمضان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.